هذه النقطة، وهو أن هناك على مر التاريخ حاول البعض هسه إما عن قصد أو عن غير قصد، وأيضا نحن وقعنا في هذه الدعوة لعلنا من عن علم أو عن غير علم، وهو أنه عندما جاءوا ليسموا مدرسة أهل البيت سموا مدرسة أهل البيت أتباع أئمة أهل البيت. أما عندما جاءوا إلى الاتجاه الآخر الذي لا يؤمن بالإمام كركن العقائدي سموهم أو سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. هذه التسمية، الآن أتكلم في التسمية والآثار المترتب، هذه التسمية توحي للإنسان ولو إيحاء غير ملتفت إليه، وهو أن أتباع مدرسة أهل البيت استبدلوا السنة النبوية بسنة من؟ أهل البيت، بسنة أهل البيت. نعم. وأنا أتصور واحدة من الإثارات الأساسية التي تطرح في مثل هذه الأزمنة هذه القضية، وهي أن الاتجاه الآخر ذهب إلى من؟ ذهب إلى النبي، فأخذ يعمل بسنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وسموا أنفسهم بماذا؟ بأهل السنة، أهل سنة رسول الله. أحسنتم، واضح من مرادهم السنة. طبعا هذا الظاهر ماله، وإلا أنا في قناعتي السنة التي يقولونها سنة أخرى، سأبين هذه سنة الصحابة وليست سنة رسول الله، أبينها بعد ذلك. أما عندما نقول شيعة علي أو أتباع مدرسة أهل البيت كأنه ذهبوا إلى سنة من؟ ذهبوا إلى سنة علي وأهل بيته، وكأن لأهل البيت سنة أخرى، فكأن هناك فالتقابل بين سنة النبي وسنة من؟ وسنة علي وأهل بيته. الآن لو هذه القضية تطرح على أي إنسان متعارف، على أي إنسان مسلم، نعم، تقول له بأنه نحن توجد عندنا سنة هي سنة من؟ هي سنة رسول الله، وعندنا سنة هي سنة من؟ هي سنة علي وأهل بيته، فالأولى أن نعمل بأي سنة، بهذه السنة أو بهذه السنة. أنا لا أتصور أن إنسانا عاقلا، أن مسلما يقول نقدم سنة علي وأهل بيته على سنة من؟ رسول على الله. سنة رسول الله. نعم. طبعا هذه كانت المحاولة التاريخية، والآن لست بصدد مناشئ هذه المحاولات لإقصاء أهل البيت عن الأدوار الأساسية التي نسمتها. سمح سيد أمون خلدون يقول وشذ مذهب أهل البيت. أحسنتم، هذه شوفوا التفتوا واقعا، أنا عندما بينت هذا التحليل عندما نرجع إلى الكلمات نجد بلي هناك محاولة أن يبينوا أن مدرسة أهل البيت مدرسة ماذا؟ خرجت عن سنة رسول الله. مو فقط خرجت، وإنما كأنها متفرعة فرع جانبي، مو أنها هي التي تمثل السنة الحقيقية، هي التي تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي الأحوال الآن أنا ما أريد أدخل، قلت لكم في العوامل التي أدت إلى ذلك. أنا أتصور كل هذه التسميات وكل هذه الأعمال وكل هذه التحليلات إنما كانت قائمة على أساس إقصاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الدور الذي رسمه لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نعم، وبينته الآيات المباركة. المهم